الساعة رايحين بكرة؟ على 9. ممكن على مهلة شوي؟ كأنك حاببها؟ والله ما عم نام بالليل، أنا خايف تعمل لها شي قصة. البنت حاببتك جد، هلا هي رح تعذبه بالأول بس رح تطرى. المصاري بتلين الحديد. سيرة المصاري، مو صار لازم تزوديني نسبتي؟ لا مو لازم. ليش لا؟ بدوني ما في شغل. بدنا نرجع نحكي بالسيرة؟ هذا حقي، أنا اللي عم جيب البضاعة وأنا عم أمن الدفيعة. بضاعتك حقها نص فرنك إذا ما لقيت حدا يشيلها. إيه هذا مو حكي، ولحتى أثبت لك عبير بح، ما رح أبعتها معك بكرة. وأرجيني شو بدك تعملي لما رح أخذها للدفيع تبعك وبنص السعر. اللعب معي آخرته وخمة، لك أنا رزانية جربوع، بمتها بكرامتك الأرض إذا لقيتها. لا تخليني شم ريحة وساختك، نظف الأرض. ايه بيبي مثل ما عم قلك 90% مش الحال. الله الله يبارك فيك يا حبيبتي. هلا اسمعي شو بدي قلك، بدي منك شغله، تحملي حالك وتطلعي لعند اهلك على حمص، ما بترجعي لهون لحتى انا تقلك. شو بدك برزان شيلك منها؟ اذا بدي قلك لا تردي عليها، ولا قلك بتغيري خطك وبتبعتي لي رقمك الجديد. لك يا بيبي مو كل شيء بينحكى على التليفون، خلص بس شوفك بقلك. لا لا بكره ما بمشي الحال، بكره انا طالع على بيروت مشان هذا ابن الحرام. ليك يا بيبي اجاني خط خارجي، برجع وحاكيكي. باي باي. ماشي يا رزان ماشي، والله لنظف الدنيا منك والله، مو بس رح شممك وسخي لحتى غرقك فيه. طولي بالك. يلا